وسهلا بيكم متابعي قناه الاسكوله في كل مكان، معكم مس ولاء العربي ومكملين منهج اللغه العربيه تواصل. مكملين يا اصحابي حروفنا، معانا حرف ايه النهارده يا ترى؟ حرف ايه؟ حرف ايه؟ حرف صاد. حرف صاد، قولوا ورايا، حرف ايه يا اصحابي؟ صاد. شفتوا شكله؟ صاد. يا ترى يا اصحابي حرف الصاد من الحروف الطيبة ولا الحروف المغرورة، الحروف الرافصة اللي بتزق أصحابها؟ حرف الصاد من الحروف الطيبة اللي بتحب تمد إيديها تمسك إيد أصحابها، علشان كده يا أصحابي هي ليها شكلين، صاد آخر الكلمة وصاد أول الكلمة، فتحة إيديها تمسك اللي بعدها. يلا يا أصحابي ندور على حرف الصاد بين الحروف. ده حرف الصاد يا أصحابي؟ لا، ده حرف السين. حرف الصاد يا أصحابي؟ لا لا لا، ده حرف الشين. ده حرف الصاد يا أصحابي؟ صح، ده حرف الصاد. شاطرين قوي 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 يا أصحابي. ده حرف الصاد؟ اه صح، بس ده شكله ايه في اول الكلمة لما يفتح ايده يمسك ايد اصحابه. شاطرين يا اصحابي. زي ما تعودنا يا اصحابي لكل حرف قصة وحكاية، تعالوا يلا نسمع حكاية حرف الصاد. كان يا مكان كان في جمل اسمه صابر، كان بيحب يأكل صبار. يأكل ايه يا أصحابي؟ الصبار. رغم ان عنده شوك كتير خالص بس كان بيحب يأكله. كان دائما يبحث عنه في الصحراء. مكانه فين؟ في الصحراء. وكان وهو بيدور يقول س س س س. شفتوا يا أصحابي الجمل صابر وهو بيدور على الصبار كان بيقول إيه؟ س س س س. ده شبه صوت حرف عندنا يا أصحابي، حرف إيه؟ حرف الصاد. حرف ايه يا اصحابي؟ حرف الصاد. صوته ايه؟ ص ص ص ص. ايه ده يا مس ولاء؟ ده شبه حرف انت قلت لنا عليه. صوت ايه؟ صوت ايه؟ صوت ايه؟ صوت السين. صح، ليه هو كان صوت حرف السين ايه؟ ص ص ص. لا يا مس ولاء، ده كنا بنخرجه من ايه؟ من اسناننا. سمكة. أمال صوت حرف الصاد إيه؟ س س س س. حرف الصاد مفخم. س س س س. طب ده شبه برضو صوت أنت قلته لنا يا مس ولاء، حرف إيه؟ حرف ث ث ث. لا لا لا، الثاء بخرج في طرف لساني. لا يا مس ولاء، مش حرف الثاء. ثاء ثاء ثوب. أمال صوت صوتها ايه؟ س س س س. مثل كلمة صبار. ص ص ص ص صابر. يبقى في فرق بين صوت حرف الصاد والثاء والسين. الثاء بطلع طرف لساني عشان هي من الحروف الايه؟ اللثوية. ونراجع مع بعض يا اصحابي حلقة حرف الثاء. والسين بخرجها من اسناني. ونراجع يا اصحابي حلقة حرف السين. الصاد س س س س س مفخمة. تعالوا يا أصحابي نشوف أصوات كمان لحرف الصاد.
يلا يا أصحابي نروح مع حرف الصاد رحلة إلى فصول السنة الأربعة علشان نعرف أصواته. أصواته هتتغير. ذهب حرف الصاد إلى فصل الربيع وجلس ساكنا وفوقه قرص الشمس. شاطرين يا أصحابي، الذي يرمز إلى السكون. وأخذ يدندن بهدوء. ينفع صوت الحرف الساكن يطلع كده لوحده؟ لا مش هيطلع مظبوط. أمال هنعمل إيه؟ لازم حرف قبله متحرك علشان يبقى صوته قوي، مثل كلمة قصر قصر، مثل كلمة فصل. شاطرين يا أصحابي، شاطرين، وانتوا بتترددوا ورايا، ممتازين قوي. ثم ذهب إلى فصل الصيف وارتدى القبعة التي ترمز إلى حركة الفتح، ممتازين. وأخذ يغني بصوت عال، صا صا صا، قول ورايا صا، مثل كلمة صاروخ. صا صا صاروخ. صا صا صقر. ثم ذهب إلى فصل الخريف ولعب بالطائرة الورقية، وأخذ يقلل صوت الرياح، صو 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 صو، مثل كلمة صورة. صو صو صورة. صو صو صندوق. صندوق. ثم ذهب إلى فصل الشتاء وركب الثلاجة التي ترمز إلى حركة الكسرة، وأخذ يغني بصوت الكسر، صي صي صي، صينية. صي صي صي، صنارة. ثم عاد حرف الصاد إلى المنزل. أصحابنا الحلوين، وصلنا لفقرة الكتابة، ولما نوصل لفقرة الكتابة نعمل إيه؟ نوقف الفيديو ونجيب ورقة وقلم ونكتب ورا مس ولا. شاطرين يا أصحابي، يلا بينا نكتب حرف الصاد. يلا بينا نكتبه إزاي؟ ركزوا معايا. نص دايرة فوق السطر، مشت مشت على السطر، أسيبها كده؟ لا، أطلع بالسنة وأقع من على السطر واطلع تاني. حرف ايه؟ حرف الصاد. صعب يا اصحابي؟ سهل خالص. نص دايرة فوق السطر، مشت مشت على السطر، اسيبها؟ لا، اطلع بالسنة اقع من على السطر واطلع تاني. حرف الصاد. حرف الصاد من الحروف المفخمة، صاد، وكمان من الحروف الطيبة اللي بتحب تفتح ايديها تمسك ايد اصحابها. تعالوا نشوف شكلها في أول الكلمة. في أول الكلمة في كلمة صقر، صاد. شكلها إيه أصحاب؟ فتحة إيديها تمسك إيد أصحابها. طب إزاي؟ نص دايرة فوق السطر، مشت مشت على السطر، نطلع لها السنة بس مش هنقع بيها، لا، تفتح إيديها تمسك إيد أصحابها. صعبة يا أصحابي؟ سهلة. تعالوا نشوف وسط الكلمة عاملة إيه. حرف الصاد في وسط الكلمة فاتح ايده يمسك اللي بعده. هنكتبه ازاي؟ نص دايرة فوق السطر، مشت مشت على السطر، ونطلع بالسنة بس ما نقعش، لا، نمشي على السطر. يلا تاني نشوفها في اخر الكلمة. شاطرين. بتبقى ايه؟ مفيش حاجة بعدها هتمسك ايه؟ هتبقى زي ما هي. حرف الصاد اخر الكلمه، نص دايره فوق السطر، مشت مشت على السطر، نطلع بالسنه، شاطرين، ونقع ونطلع تاني. حرف الصاد في اول الكلمه فاتح ايده يمسك اللي بعده. وسط الكلمه
فاتح ايده يمسك اللي بعده. طب واخر الكلمة بيقع من على السطر زي ما هو. يبقى الشكل التاني بتاع حرف الصاد نص دايرة فوق السطر، مشت مشت على السطر، نطلع بالسنة ونمشي على السطر. شاطرين يا أصحابي. وصلنا نهاية حلقتنا يا أصحابي. اتعرفنا النهاردة على حرف الصاد، عرفنا صوته، عرفنا ازاي نكتبه، حلينا كمان تدريبات كتاب المدرسة، ولعبنا مع بعض كتير. تحت الفيديو في رابط في تدريبات كتاب المدرسة وتدريبات تانية كتير، وفي اختبار تفاعلي تعرف اجابتك صح او خطأ في نفس اللحظة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. الى اللقاء.